اكشن. شو تهرك؟ ليش مروب؟ حاضر. ميل شنطة منيح. هيك منيح. كات. شو خلصنا؟ فيني اتخبى؟ لا تالي موظف اتهاد سوفيتي، هذا منزل رئيس. يلا تيك تو اكشن. ليش المخرج الروسي؟ وين مختفي انذور؟ كات. ان شاء الله خلصنا. هاجي هيك 7 ثواني وكتير عليك. 7 ثواني بتختصر كل الحكاية. انا هون شوفوني لسه ما هربت وبنزل على شغلي بيوم العطلة، لم اسقط بعد وسوريا الاسد بخير، وهلا صار فيكن تحتفلوا. نظام مستعد يختزل سوريا كلياتها ب7 ثواني بشخص بشار. البلد مو مهمة ابدا، انتو مو مهمين، المهم سوريا الاسد صامدة وصباحكم صمود. بالرغم من انه يوم عطلة لكن نبض المقاومة فيها اشعل ازقتها وحاراتها ومحافظات كل سوريا. بس لهي الفكرة الجهنمية اب روحي، هي صحيح موديل الستينات بس الى براءة اختراع. يا حافظ العهد الأسد الأب، تسقط القنيطرة مننتصر، بيروح الجولان مننتصر، المهم ما يسقط النظام. هذا تماماً منطق العصابات، بتشوف كل شيء بشخص زعيم العصابة. وطبعاً عراب الأسد حالياً الدون الروسي بوتين. تتخيل شو صرحوا الروس؟ إنه الضربة الأمريكية إهانة شخصية لبوتين. بس خلاص، المهم شخص المعلم كاريزما زعيم العصابة. هذا الواقع فيك تشوفه بالمشهد الأول لفيلم المافيا الإيطالية العراب. البلد تروح 60 داهية، الشعب يموت يرحل من وده. بالمناسبة هن زعران وبيعترفوا إنه حثالة ومجموعة عصابات. أنا ما ظلمتهم، وبشار الأسد بالنسبة لهم دنب بهاي العصابة، مثله مثل شخصية كارلو أو زازا بالعراب، مرة بيهز لعصابة كورليوني ومرة بيهز لعصابة ألتوبيلو. الأسد كان المفضل ليس لموسكو بل للندن وواشنطن، إنه ليس رجلنا بل هو رجلكم. بس الواضح من كلام زخاروفا إنه دنب بشار دخل السيستم الخاص بالقضاء على الأفراد المزعجين لأمن العصابات وصاروا يشلفوا بلاء على بعض. زازا